حيث ينضم إلينا هاتفيا من بغداد فلاح المشعل، الكاتب والباحث السياسي. سيد فلاح، يعني هنا الحديث عن هذا التواجد وهذا الزخم الذي يشهده العراق بتواجد عربي إقليمي دولي أيضا، بأي شيء تفسره أو كيف ترى؟ نعم، شكرا لكم لهذه التغطية النوعية. حقيقة ما يجري اليوم في بغداد هو تأكيد على عودة العراق إلى دور الفاعل في المجتمع الدولي، وأيضا في يعني في المحاور الاقتصادية والسياسية والأمنية، باعتبار لاعب فاعل في الإقليم وفي الشرق الأوسط بنحو عام. اليوم حقيقة في قمة التعاون والمشاركة تتأكد يعني المظاهر أو تتجلى المظاهر الإيجابية وروح التعاون، خصوصا يعني على النطاق العربي، حضور الرئيس المصري، حضور الملك الأردني، ممثلي دول الخليج. حقيقة هذه كلها حقيقة أن في الشرق الأوسط توجهات جديدة ومحاولة خلق الشرق الجديد، هذا الشرق الذي سيتم التعامل فيما بين عناصره وأقطابه الفاعلة في خلق مناخ أمني جديد، خلق مظاهر جديدة للتعاون الاقتصادي، للتكامل في البنى الاستثمارية الاستراتيجية في الجانب الاقتصادي، في الجانب السياسي، في الجانب الأمني. وهذه كلها مطلوبة حقيقة، لأن العالم الآن يشهد صراعات عميقة ومتواصلة. صحيح. للسيطرة الاقتصادية، السيطرة العسكرية، والسيطرة في 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 جميع الجوانب التي يعني ترسم جديدة للحياة. لكن بالنظر إلى 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 التواجد والأطراف المتواجدة في هذا المؤتمر، يعني هناك أطراف تتعارض أو تتقاطع مصالحها مع بعضها البعض، كيف يمكن استثمار هذا التواجد في تحقيق انسجام وتهذيب هذه العلاقات بما يرسخ سيادة العراق دون تدخلات خارجية بشكل يضر البلاد؟ هذا سؤال حقيقة مهم جدا، يعني وهو يعني أحد الدوافع أو البوادر لوجود المؤتمر ودعوة هذه الدول الفاعلة والمؤثرة في المنطقة العربية والعالم. يعني العالم حينما تحدث عن فرنسا ودورها باعتبارها ممثل أممي يحضر هكذا مؤتمر ويعطي له يعني زخم إضافي. هذا تقاطع في الاستراتيجيات، يعني إذا تحدثنا يعني عن الوجود الإيراني والوجود السعودي، التقاطع واضح تماما عن الوجود التركي والوجود المصري في المؤتمر، معروفة يعني أسباب التقاطع والتصادم. لكن هكذا مؤتمرات وهكذا لقاءات تخلق حالة من المساحة المتوسطة، يعني المساحة اللقاء والتعاون يعني ما بين هذه الدول وفي مصالح مشتركة ومحددة، مع بقاء التوجهات يعني اختلاف التوجهات. يعني ليس بالضرورة أن الكل تنسجم وتندمج وتتماهى بموقف واحد أو مسار استراتيجي واحد، لكن ممكن أنك تحافظ على طبيعة توجهاتك وفلسفتك في إدارة الدولة مع وجود مساحة مشتركة مع الآخر. وهذه السياسة يعني السياسة تسمح بذلك، يعني خصوصا وفق التوجهات الحديثة للسياسة والسياسة الدولية تحديدا. أنا أعتقد هذا التوجه في مصلحة لجميع البلدان التي تلتقي اليوم في بغداد.